السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم مهندس محمد أبو سمرة، مهندس استشاري. إن شاء الله في هذه القناة سوف نكون معكم وسوف نتحدث عن الأعمال الجارية في الموقع. إن شاء الله هيكون معنا في مهندس تنفيذ واللي هو مهندس المقاول، ومهندس الإشراف اللي هو المهندس الاستشاري، وإن شاء الله سوف نقوم بشرح وتفصيل كل الأعمال الجارية والمنفذة في الموقع وكيفية تنفيذ تلك الأعمال وكيفية تسليمها، وإن شاء الله نتمنى إنكم تستفيدوا معنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في رعاية الله.